الراجل ده عودنا من اول يوم ليه في المعسكرات او في اختيار القوائم يكون في مفاجات في التشكيل. يمكن هو فكره وجهه نظره انه ما يديش اللعيبه ارتياح او اطمئنان او كل واحد يركن ان هو مكانه محجوز في منتخب مصر. بالتاكيد يعني سياسه يعني ليها وعليها، ممكن يكون في ايجابيات ان هو بيفتح الباب لكل اللعيبه كلها تكون موجوده في المنتخب، لكن طبعا بالتاكيد لازم يكون في قوام اساسي منتخب مصر، في لعيبه اعتقد ما فيش خلاف عليها في كروحها في الملعب او كادائها او مستوى الفني في منتخب مصر وفي مراكزها، لانها طبعا بتستطيع ان هي بتعوض اي غياب ممكن يكون في يعني قصور في ناحيه يوصل ناحيه اليمنى. فاللعيبه مثلا زي طارق حامد مثلا في وسط الملعب بيغطي الخلاف ده او بيغطي القصور ده. في لعيب زي قفشه، في لعيبه يعني احنا بنشوف ان هم لا 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 خلاف عليهم، لكن طبعا الراجل النهارده بياكد ان هو يعني اختيار اللاعبين دي جبنا على تحليل ادائهم وارقامهم، وان هو شايف انه ال 25 لعيب اللي هو هيسافر بيهم للكاميرون هم دول ان شاء الله يحققوا الاهداف المطلوبه من البطوله. دايما كلامه انا بالنسبه لي بشوف ان كلامه بيبقى كلام مركز دقيق واضح. الحاجه اللي ممكن اتفق معاه فيها حته انه زي ما اتكلم عن تعارض ماتشات كاس الامم في السيمي فاينال والفاينال مع كاس العالم للانديه، وقال ان هو مش لاقي حل او مش لاقي اجابه للسؤال ده، لكن هو في النهايه عنده مشكله وبيتسو موسيماني عنده مشكله. دي حقيقه يعني دلوقتي ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. الطبيعي ان اللعيبه تبقى من حق منتخب مصر في بطوله رسميه لو المنتخب وصل، لكن في النهايه برضو الكلام او المعلومات اللي بتتداول ان الاهلي في محاولات انه يكون في اتفاق او حاجه على اللعيبه اللي تبقى موجوده. خلينا نقول ان المفروض ان منتخب مصر يكون ليه شان كبير في بطوله افريقيا اللي جايه في 2022 في الكاميرون. منتخب مصر زي ما قال مستر كيروش عنده تاريخ كبير وعنده قوه كبيره متسلح بيها في البطوله نفسها، ان هو منتخب هو اكتر منتخب حصل على البطوله في تاريخها، فبالتالي طبعا ان احنا من ضمن المرشحين. ولكن خلينا نقول ان المقدمات حاليا ما تاديش لنتائج قويه او نتائج قويه منتظره في بطوله افريقيا. خلينا نشوف يعني ايه اللي هيحصل.